الخير عليكم. من بداية التكنولوجيا في مصر وانتشار الانترنت بشكل واسع جدا، وانا متوقعة او متأكدة من حدوث الجرائم الالكترونية خاصة بقى في المجتمعات الريفية او المجتمعات اللي الناس عارفة بعض فيها بشكل واضح جدا. الجزء الكبير اللي هتكلم عنه النهاردة وانا بعتبره من اخطر الجرائم الالكترونية من وجهة نظري هي تركيب الصور للفتيات. قضية بسنت خالد اللي انتحرت بسبب فبركة صور مخلة لها، واللي بقت حديث السوشيال ميديا، الناس كلها بتتكلم عن قضية بسنت خالد اللي انتحرت. ناس كتير بعتولي على صفحة البرنامج اللي هي أستاذ أمان ما تكلمتيش عن بسنت خالد ولا نزلت أي فيديو عن الموضوع ده. الناس بتعتبر انك علشان ما نزلتش فيديو او ما تكلمتش عن موضوع السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه فانت كده فاتك كتير، او انت كده فاتك الترند. الترند اللي هيودينا في ده، الترند ده ان هو اي حد ياخد خبر من على اي موقع من مواقع الاخبار، ويا اما يزود على الخبر ده يا اما يقوله بمصداقية. وسبب المشاكل اللي بتحصل ان كل واحد عايز ينفرد بخبر صور او فيديو سواء صح او غلط مش مهم، المهم عنده نسبة المشاهدات. انا ما ينفعش اعمل حلقة بدون ما يكون معايا بيان النيابة العامة. فاللي عايزة اوضحه لحضراتكم ان مش فكرة ان انت تلحق الترند، مش فكرة ان انت تكون منفرد، الفكرة ان انت يتنزل حاجة صح يا ما تنزلهاش. لو تتكلم عن الموضوع بشكل صحيح وبدون ما تزود عليه، بدون ما تضيف عليه اخبار غير صحيحة وشائعات، لان ما ننساش ان المواضيع دي حساسة جدا. اي موضوع بيخص انتهاك حرية البنت، انتهاك عرض البنت، الكلام ده كله، انا عن نفسي كإيمان ما بحبش بصراحة اتكلم عن المواضيع دي، ولكن حبيت اتكلم عن قضية بسنت خالد علشان في هدف من الفيديو ده. انا هعمل فيديو تاني علشان الموضوع يمكن اكبر من فكرة ان بسنت انتحرت عشان صور مفبركة، موضوع اكبر من كده بكتير، مش هقول فيه الغاز، ولكن هقول ان الموضوع يستحق التمعن. وانا من وجهتي مش هقول كإعلامية او كصحفية، لا، انا هتكلم كبنت حطيت نفسي مكان بسنت خالد. حطيت نفسي مكان بسنت خالد لاني متوقعة ان ده ممكن يحصل مع اي بنت، متوقعة ان ده ممكن يحصل مع اي برضو واحدة متزوجة. ففكرة العادات والتقاليد بتاعتنا ان هما مثلا بيقولوا ان البنت ما ينفعش تعمل كذا علشان ده هيكون وصمة عار ليها في المستقبل. انا عايز اقول ان صور بسنت خالد لما اهل القرية شافوها والناس بدأت تتريق عليها، ويعني في موقف كده سمعت ان اختها قالت او تقريبا بسنت قالته لوالدها، يعني انا مش متذكره، قالت ان المدرس اللي كانت عنده قال لها ده انت بقيتي بسنت مشهوره جدا، ده انت صورك ماليه الفيسبوك. ده بيان النيابه العامه قدام حضراتكم، وانا طلبت النيابه العامه بلاغا من والد الفتاه المدعوه بسنت. تضمن البيان انها عملت ايه؟ تناولت قرصا لحفظ الغلال. ايه هي حفظ الغلال؟ اللي هي حبه الغله اللي خدتها وعلى اثرها توفت. متاثره بنشر شخصين صور مخله منصوبه لها في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بالقريه محل اقامتها، وتولت النيابه العامه التحقيقات واخترت وفاه الفتاه. النيابه العامه سالت والد البنت بسنت واختها، قال ان في اتنين اخترقوا هاتفها المحمول وحصلوا منه على صور، وحطوا الصور دي على جسد فتاة عارية وينشروا الصور دي، وهم بالفعل نشروا الصور دي والصور انتشرت في القرية كلها. ولما بدأوا يبتزوها فطبعا بسنت رفضت انها تعمل حاجة زي كده لان تربيتها ومبادئها لا تسمح انها تعمل حاجة زي كده. هدف الشابين دول من اللي عملوها، اولا بيان النيابة العامة بيقول بعد الصور دي منتشرت بدأوا ان هم يهددوها ويبتزوها علشان ايه؟ علشان يمارسوا الرذيلة معاها. ده يا جماعة ده بيان النيابة العامة، انا مش بقول كلام من دماغي، لان الكلام ده خاصة على بنت ما اقدرش اقوله من دماغي ابدا، لان الكلام ده ما اقدرش اقوله بدون ما يكون فيه بيان. ووالدها قدم في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وشقيقتها اختها يعني قدمت هاتف بسنت ورسالة سابتها بسنت لوالدتها. ده بيان النيابة العامة، كلام حقيقي وده اللي انا قلته.
طيب هل في يعني هل في جرائم زي دي بتحصل؟ في كتير جدا، وفي ناس بتبتز بنات علشان مثلا لو ياخدوا منهم فلوس، يطلبوا مثلا 5000 10000 20000 على حسب البنت، واللي بتقع ضحيه ليهم يا اما بياخدوا منها فلوس يا اما بيمارسوا معاها الرذيله. زي ما قلت لحضراتكم المواضيع الحساسه دي ما تحتاجش غير انك تقول الخبر او الموضوع زي ما حصل بالظبط، لا بزياده ولا نقصان. طبعا اجهزه وزاره الداخليه واجهزه الامن نجحت في ان هي تقبض على الشابين اللي فبركوا صور وفيديوهات بسنت ونشروها على الفيسبوك ونشروها في كل المنطقه اللي بتقيم فيها بسنت. ومن بعد قضيه بسنت خالد في قضايا كتير جدا اكتشفتها الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه لتشكيلات عصابيه الكترونيه. بتعمل ايه التشكيلات العصابيه الالكترونيه دي؟ بتاخد صور البنات من على الفيسبوك وتركب الصور على صور بنات عريان ويركبوا الصور عليها، وفي فيديوهات بتتعمل برضو بالطريقه دي. انا قريت عن الموضوع ده بعد قضيه بسنت خالد، قالوا ان في فيديوهات بيدفع لها مبلغ معين كل شهر او كل يعني هو باشتراك ان انت تقدر تعمل فيديوهات لبنات بالطريقه دي. الفوتوشوب ده بيركب صوره بنت او صوره واحده على اي جسم، بعد ما بيركبوا الصور بيقوموا باعتينها للبنت. طيب بيبعتوا لها ازاي؟ بيبعتوا لها باكونت مختلف، بيبعتوا لها باكونتات مستعاره، يعني ما بيكونش لا اسمه ولا هو شخصيته ولا الكلام ده كله. معتقد يعني بعد ما بيعمل الاكونت اللي مش باسمه وبيكلم البنت وبعت لها الصور، هو معتقد ان هو كده في مأمن والدنيا امان يعني ومحدش هيقدر يجيبه، ويبدا يبتز البنت. قلت ان انا احط نفسي مكان البنات دي علشان اقدر اعرف كان ايه رد فعلهم. بس كل واحده وعلى حسب طريقه تفكيرها وعلى حسب هدوءها وعلى حسب هي شايفه هي عملت ايه. المهم يعني هي البنت علشان الفضيحه او متوتره او مش عارفه تعمل ايه، وطبعا بتكون دي من ضمن الضحايا الكتير اللي بتقع تحت ايديهم. فالبنت بتقوله طيب انت عايز ايه؟ بس ما تنشرش الصور ولا الفيديوهات دي ولا تفضحني. واللي تيجي بقى معاهم سكه زي ما بيقولوا كده يقول لها طب ابعت لنا 5000 10000 20000. عايزه اقول حاجه، لو كان الشباب المتهمين في ان هم فبركوا صور بسنت، لو كانوا اهلهم ربوهم او حتى علموهم ان البنت دي ممكن تكون اختك او والدتك او خالتك او عمتك او ايا كان، وانك لو غلطت في حقها او لو انت اذيتها فده طبيعي جدا ممكن يحصل مع اختك او مع والدتك. للاسف ناس كتير جدا مش بتعلم ولادها كده خالص. دول ارتكبوا جريمه انا شايفه انها من ابشع الجرائم، ان واحده متكتفه مش قادره تعبر عن اللي جواها ومش لاقيه اللي يساعدها، ان انت تعمل كده في بنت وهي يعني مش عارفه تواجه اللي حواليها وماشي عينيها مكسوره ومش قادره تبص في وش اي حد. ليه بتعملوا كده في بنات الناس؟ هي اذتك في ايه؟ هي او غيرها؟ وليه بتسوق سمعتها قدام الناس؟ هي عملت لك ايه؟ كمان انت بتدمر سمعتها مش قدام نفسها ولا قدام اهلها، انما قدام اهل منطقتها، قدام المدرسين بتوعها، قدام اصحابها يعني. وغير كده ان انت نشرت الصور دي في المنطقة كلها عندها. ضميرك فين؟ يعني انت حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس بايه لما تكون عملت في واحدة كده وفضحتها؟ انت عارف ان انت كما تدين تدان يا ابن ادم؟ انت برضه اتفضحت ان انت عملت كده ببنات الناس، واكيد اختك واهلك ووالدتك كله اتفضح لما عرفوا ان انت عملت كده. ولسه حق بسنت هيرجع. حق بسنت مش هيرجع في ان انت تتحبس. حق بسنت هيرجع لما ده يحصل مع حد من اخواتك. حتى والله لو الصور والفيديوهات دي حقيقيه ما ينفعش تنشرها. مالكش الحق ان انت تنشرها وتنزلها على الفيسبوك. انا شوف اهو بقول لك لو حقيقيه مش تركيب صور ولا تركيب فيديوهات، وربنا ستار حليم. لكن للاسف انتشار الصور وتركيبها كان ظلم كبير لبسنت. في نهايه الحلقه بقدم خالص التعازي لاهل بسنت. البقاء لله وربنا يصبركم. الجريمه بشعه جدا، واللي ارتكبها شاب ركب صور لبنت، وللاسف الحاجات دي بتبقى فضيحه خاصه في القرى الارياف يعني.
والموضوع بيبقى صعب جدا لما واحد يركب صور لبنت على جسم بنت والصور تبقى مخلة او الفيديوهات تبقى مخلة ويبدأ ينشرها في المنطقة كلها، فالموضوع بيبقى صعب جدا للأسف. بس انت مستحملتش انها تشوف نفسها مكسورة، حتى لو بسنت ما كانتش انتحرت فهي كانت هتموت ألف مرة لما كانت تشوف حد من منطقتها او من مدرسينها او من اصحابها يبص لها بصة وحشة. انتحارها كان رحمة ليها، هو ربنا رحيم بعباده، ولكن هي ما قدرتش تستحمل الضغوط النفسية، ما قدرتش تستحمل نظرة اللي حواليها، ما قدرتش تستحمل ان ما حدش رحمها ولا واقف جنبها ولا سندها عشان تقول له ان انا ما عملتش كده. عشان كده سابت رسالة لوالدتها، سابت لها رسالة قالت لها والله يا ماما انا اللي عملت كده، ده مش جسمي، ده جسم واحدة تانية. بس تخيلوا معايا لو كانوا اهل بسنت الطف شويه في المعامله، لو كانوا اهل بسنت بيسمعوا لبنتهم، لو كانوا من النوع اللي بيشوفوا المشكله وبدل ما يلوموا بنتهم كانوا توجهوا للنيابه فورا. بسنت غلطت انها ما عرفتش تاخد اجراء قانوني لانها ما لقتش اللي يساندها، ولكن انا مش بغلط بسنت اكتر ما بغلط اهلها، ربنا يصبرهم من كل حاجه، بس هما كان ليهم دور في انتحار بسنت. انا ما كنتش عايزه انهي الحلقه بالكلام ده، لان انا كنت عايزه اعمل حلقه تانية عن الموضوع ده، وانا هعملها ان شاء الله عن ان اهل بسنت حقيقي ما وقفوش جنبها. بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وبسنت ربنا رحمها. وفي النهايه بشكركم جميعا وبشكر كل المشاهدين، واتمنى ان اكون ضيفه خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله. كانت معاكم ايمان عبد الرسول.